مرحبا فيكم، أنا محمد من موقع عزف.com. اليوم رح نحكي عن الكمان ونتعرف عن أجزاءه. الكمان عبارة عن صندوق خشبي موجود عليه الأوتار، هذا بشكل بسيط جدا. الصندوق الخشبي موجود بهالشكل عشان نحن لما نعزف على الأوتار الأربعة نقدر نعزف عليهم ما يدخل ما يتعارض مع علبة الصوت، تمام؟ هذا سبب الشكل الموجود اللي بنعرفه كلياتنا المميز. طبعا في فتحه للصوت هون وفي فتحه للصوت هون عشان لما يهتزوا الاوتار تدخل الاهتزازات لهون وتطلع بشكل مكبر وواضح، بتطلع حلوه وبيطلع صوت الكمان متعودين عليه. نبلش من تحت لفوق. هي القطعه اسمها السناده او سناده الذقن، نحط دقن عليها. هي القطعه اللي هون اسمها السمكه اللي هي ماسكه الاوتار من تحت، وفي عليها براغي او مفاتيح بتتحكم بتوتر الاوتار وشدة وارتخاء الأوتار، تمام. هاي القطعة اسمها الفرس، هي اللي بيركبوا عليها الأوتار وبيرفعوها عن سطح الكمان أو عن بطن الكمان. طبعا هذا البطن وهون الظهر. مثل ما قلنا في أربع أوتار بيركبوا على الفرس. في عنا هاي القطعة، هذا اسمه الزنت أو الرقبة. وفي من فوق المفاتيح اللي بتمسك الأوتار من فوق، 1 2 3 4، كل مفتاح بيمسك وتر. كمان فينا نتحكم بشدة الأوتار بشدتها وارتخائها عن طريق المفاتيح اللي فوق. المفاتيح اللي فوق بتتحكم بشكل كبير، المفاتيح اللي تحت بتتحكم بشكل دقيق فيها. رح ناخذ عن هالشيء بشكل مفصل بعدين. شو كمان بدي احكي؟ في قطعة ثانية اللي هي القوس. هذا القوس اللي بنعزف فيه على الأوتار. طبعا لما بنعزف بالقوس على الأوتار فبيهتزوا الأوتار مثل ما شايفين، في اهتزاز بشكل دائم فبيطلع الصوت دائم أو مستمر. هذا شيء مختلف طبعا عن الجيتار أو القانون أو العود. هدول الآلات الوترية كمان ننقر عليهم نقر بالعود مثلا أو القانون فبيهتز مرة واحدة، أما القوس مهمته إنه يخلينا الاهتزاز بشكل دائم حيث يطلع صوت مستمر. في على القوس. طبعا القوس اسمه قوس بسبب انه مقوس، ما بعرف اذا شايفين كيف مقوس، بس هو معنه بشكل مستقيم، لا في تقويس صغير. طبعا اول ما نشتري او اول ما نشتري كمان بيكون بالعلبة مرتخي طبعا عن طريق هذا البلغي تقريبا، لما نلف على اليسار فبيرتخي هو تقريبا بيكون هيك. مثل ما شايفين هذا شعر حصان او شعر ذنب حصان، احيانا بيعملوا بلاستيك او شيء، بس هلا حاليا شعر حصان. اوكي، المفروض نحن نشد البلغي هذا اول ما نشتري كمان، بس ما نشده كثير. اذا شدينا كثير شوفوا شو رح يصير، حيروح انحناء القوس، حتصير مستقيم، هذا الشيء غلط. هون رح يكون في فتحه قادرين ندخل اصبعتنا فيها، المفروض نرخي شوي بحيث يكون مشدود بس مش كثير، بحيث ما نقدر ندخل اصبعتنا هون. نتأكد انه في مسافة بينها وبين الخشبة مثل ما شايفين، وما قادرين ندخل اصبعتنا فيها. هي ملاحظة بالنسبة للقوس. هلا القوس عشان يصير في احتكاك بينه وبين الأوتار بشكل كويس، فبنستخدم قطعة اسمها روز او الألفونة نحن نسميها روزن. اوكي، هي القطعه هي عباره عن صمغ الشجر تقريبا، او في لها اشكال كثير، مثلا الكهرمان هو شيء منها او نوع منها. هذا الصمغ لما نمررها على القوس بهالطريقه مثل ما شايفين نعمل فيها احتكاك، ففي نوع من البودره تقريبا بصير موجوده على الشعيرات اللي هون او على شعر القوس. هي البودرة هي اللي بتسوي احتكاك مع الاوتار وبتطلع صوت قوي. اوكي، مثل ما شايفين لما بعزف مثلا وبتدرب كثير، هذا اللون الابيض بينزل على الزند، بصير معلم ومعروف على الزند. لما انا بعزف البودرة بتنزل لهون، فنحن تقريبا كل اسبوع مثلا مرة لازم نعمل هي الحركة اللي هي نجيب الروزن. اوكي،
نعمل عليها هي الحركة. ممكن تقريبا لمدة دقيقة وبعدين نصف. هلا كمان هو بيجي بالعلبة اللي بنشتريها بهالشكل وبيجي معه القص. في قطع تانية أنا كثير بحبذكم إنكم تشتروها وتجيبوها اللي هي سنات الكتف. طبعا هي بتجي بأشكال مختلفة، أنا اخترت هذا الشكل. أوكي، هي السنادة تنحط من وراء. أوكي، تنحط بهالطريقة. في الطرف العريض وفي الطرف الرفيع. الطرف العريض بنحطه هون. أوكي، من تحت سلايدينج بهالطريقة. أوكي، مثل ما قلت لكم تجي بأشكال مختلفة بس كلها تركيبها بيكون بنفس الطريقة. نمسك الكمان بإيدنا اليسار بحيث إنه ظهر الكمان مواجه إلنا. السنادة بنحطها من فوق، مركبها من فوق، من تحت بننزلها شوي شوي. أوكي، بحيث إنه نحطها على ذقن. أوكي، فهذا هيدي القطعة كثير مهمة. ممكن إذا ما لقيتوها أو ما كانت موجودة تستعيدوا عنها بإسفنجة أو مخدة صغيرة، تحطوها هون بهالطريقة وتربطوها بربطة أو مطيطة أو ربر أي شيء، بحيث إنه يكون في فراغ هون. هذا الفراغ من يتعبى قصدي، ما يكون في فراغ. هاي السفنجة أو هاي السنادة وظيفتها إنه تملي الفراغ هذا. رح نحكي عن هذا الشيء بشكل مفصل بدرس كيفية وضع الكمان على الكتف. تمام؟ بالنسبة للكمان لما بيكون بالعلبة أول ما نجيبه أول ما نشتري، على الأغلب بتكون الفرس بيكون مفكوك منها، مش يعني بيكون لبر. أنا رح فكه ورح فرجيكم كيف. طبعا بالنسبة للمفاتيح لما نلفها لتحت لعندي أو على اليسار فبترتخي، لما نشدها تنشد. هذا الحكي طبعا رح نحكي عليه بشكل مفصل بدرس الدوزان، كيف ندوزن الأوتار. رح نحكي كيف نشد وكيف نرخي، بس حاليا أنا رح رخيهم بهالطريقة. أوكي، أنا بس عم رخيهم لحتى أفرجيكم كيف بيكون الكمان أول ما تشتروه بالعادة. عادة بيكون الفرس منفصل عنهم، بيكون لحاله. أوكي، وبيكون الأوتار بهالطريقة. عادة بيكونوا ما كثير مرخيين، بيكونوا في شد شوي. اللي لازم نعمله عشان نركب الكمان هو إنه نشد الأوتار شوي صغيرة مش كثير. بحيث ما يكونوا بهالطريقة، لا شوي مشدودين، شوي صغير. أوكي، هون في شد. أوكي، نشدهم شوي صغير. أوكي، الحين بدنا نضع الفرس تحت الأوتار بهالطريقة. الفرس طبعا في له قسم منخفض وقسم عالي شوي، يعني هلا مش رح يبين عندي بهالفرس لأنه فرسي جاي على مقاسات الكمان تبعي، بس عادة بيكون بهالطريقة منحني هيك، يعني في طرف أعلى من طرف. فالطرف القصير أو الصغير بيكون من على اليمين، على اليمين نحطه بهالشكل تحت الأوتار. اوكي، هلا كل وتر بده يكون بده يكون في مسافه عن الثاني. كل وتر لازم يكون في مسافه عن الثاني تقريبا سنتيمتر. بس صار هيك بدنا نرفع شوي شوي الفرس مثل ما شايفين بحيث يصير بشكل قائم بهالطريقه. طبعا كيف فينا نعرف وين لازم نحط الفرس؟ في علامه صغيره هون بتكون، بعرف اذا شايفينها، وفي علامة هون، فلازم الفرس يكون موازي لهي العلامة. نرجع شوي لورا. اوكي، بهالطريقة صار هو موازي للعلامتين. اللي بدي اياكم تنتبهوا عليه يكون في فراغ سنتيمتر بين كل وتر والثاني، يعني ممكن تزيحوا الوتر لهون تجيبوا لهون. طبعا اذا كان صعب انكم تتحركوا فيكم ترخوا عن طريق هي المفاتيح لتحت شوي، بصير فيكم تنقلوا الوتر تحركوا وتحكموا فيه بهالطريقة. اوكي،
بس اهم شيء مثل ما حكينا يكون في فراغ سنتيمتر تقريبا، وفراغ متساوي بين كل وتر والثاني، بحيث ما يكون على الادج، ما يكون على حافه الفرس، لا في شوي فراغ صغير مثل ما شايفين هون، بعدين سنتيمتر سنتيمتر سنتيمتر، هذا لازم يكون هون. اوكي هلا لما نكون اوكي حطيناه بشكل مزبوط، بنبلش نشد من المفاتيح اللي فوق بهالطريقه. اوكي طبعا الشد بيكون للداخل وعلى اليمين، شوي صغيره مش كثير، للداخل شوي صغيره، بعدين هيدا المفتاح للداخل ولفوق شوي، بعدين هذا المفتاح للداخل ولفوق شوي. نكرر هالعملية على كل الأوتار شوي شوي حتى يصير في ضغط على الفرس بشكل متساوي بين كل الأوتار. طبعا الفرس لازم يكون بشكل متعامد مع الأوتار، بشكل عمودي على الأوتار. طريقة الدوزان مثل ما حكينا رح ناخذها بدرس منفصل لحاله. بالنسبة للأجزاء كمان، هي أخذنا كل الأجزاء كمان وحكينا كيف منركب الفرس. أول ما ناخذ كمان بحيث إنه مكان مركب. هذا كان كل شيء لليوم، نشوفكم الدرس الثاني إن شاء الله. موفقين.